طيب السائل بيقول قال بل الغايب قال انه يعرف مكان الطائره الماليزيه. الطائره الماليزيه يعني شنو؟ هي مشت وين ذات الطائره الماليزيه؟ راحت ولا شنو؟ رايحه؟ الطائره الماليزيه ما في ماليزيا يعني. يعني المشكله وين يعني؟ انا ذاتي بعرفها. الطائره الماليزيه دي دلالاني غايش هسه؟ ايش الكلام الفارغ ده؟ قال وانه يعرف ميعاد ينتهي الرئيس عمر البشير قال بعد 31 سنه و25 يوم. انت عارف نفسي زول ده؟ نفسي زول ده مره واحد احنا حضرنا دجال حضرنا مناقشه له بنقشوا فيه بتاعنا الشرطه كويس. قال لهم الكلام ده كان اول شهر 5 الفات ده شهر 5 اصل مو شهر 8 شهر 5 قبل شهر 5 بخمسة يوم بس. ده عمل حلقه في السوق قال حلقتي تنزل فيها الملائكه اسمه بشرى ده في الحاج يوسف كويس. قال الحلقه بتاعتي بتنزل فيها الملائكه نحن كنا قاعدين بنقشوا فيه الضباط قالوا له انت شفتهم كيف؟ عرفتهم كيف ملائكه؟ احتمال شياطين. لا لا قال ملائكه حمر قال حمر بتاع شنو يعني؟ قال لك الملائكه حمر. قال بيجوا نازلين وقال فلسطين حتتحرر يوم 1/5 مش الكلام ده كان حوالي يوم 25/4 كده. قال فلسطين حتتحرر يوم 1/5 وبيرفع اللواء بتاع فلسطين قال لك المحرره عمر البشير الرئيس السوداني. كويس؟ طبعا بعد ما تكلمنا معاه انه ده ادعاء علم الغيب وده كذب في الشريعه وده سحر كويس ونصحناه نصيحه شديده كان شيخ مزمل قاعد برضه نصحناه نصيحه شديده حتى الضباط ذاته قال لنا زول انصحوه واتكلموا معاه وكده المهم ناقشناه ونصحناه كويس. اتخيل معاي الزول ده مصير قال انا متاكد تماما انه فلسطين بتتحرر يوم واحد وبعد ده قال انا مرات بكون في الشارع الملائكه بتنزل علي وفي حلقتي قال مره نزل جبريل عليه السلام. يا زول بقى نبي عديل ده نبي في الحاج يوسف سوق سته سوق سته هناك كويس. تخيل معاي واحد انا عجبني في نقاشه قال له شوف يوم 1/5 ده قال له قريب قال له شوف والله فلسطين ما يحرروها يوم 1/5 انا اديك 100 جلده. ايوه قال له قال له الحيران اللي معاك ده البي واحد بدي 100 جلده قال له حق الحيران ده تديني لي وانا واثق من نفسه. وينه هسه ده شهر 8 وينه فلسطين قاعده في محلها. كذابين يا بل الغايب ده عباره عن دجال انتشر في الاعلام وروجوا له قصوا بلدنا دي احنا انت داير شوف دار تشتهر في البلد دي اعمل لك حاجه غريبه بس اعمل لك شيء غريب يعني يومك اللي انت تقول لهم انا عندي رؤيه جديده انه تلبس عمه من غير سروال ولا جلابيه تلبس عمه وتجي مالك تخطب بها الجمعه الجيرات كلها بتجيبك الامام الجديد تلقى بصوره فيك امام رائع جدا وهذا الامام الغريب ما قصدي شغلهم كده الاعلام ده الاعلام بيجيب الحاجه الغريبه فهمت اي شيء غريب ده بيجيبه لك الاعلام طوالي واحد قبل فتره قال انا الدابه ده هنا في القضارف مش في ناس قالوا انا المسيح عيسى ابن مريم وانا المهد المنتظر وانا منو قال انا الدابه وقال انا اطالب الحكومه تشكل لي حمايه لانه قال في ناس قاعدين يعتدوا يا دابه يشكلوك حمايه ابن لك زريبه يعني ولا شنو شكل لك قال الدابه ولا جريده قاعده عندي انا فهمت؟ طوالي الاعلام بيجيبوا لك الرجل الذي قال انا الدابه خاصه جريده الدار يقول لك والدار اسرعت الى موطن الحدث الدابه ظهرت في القضارف ماذا الاعلام كده؟ بل ده عباره عن اعلام طوالي جابوا لك بل الغايب بيقول كده وبل الغايب مش قبل فتره قال بيفوزوا الارجنتين والبرازيل مش كان في كوره زي دي؟ برازيل ارجنتين حاجه زي دي قال بغلبهم المانيا بتغلب منو؟ البرازيل بتغلب المانيا المهم الفريق اللي قال هو بيغلب طقوت 4-0 ولا 7 ما عارف فهمت؟ شغل بتاع جرام سا يا اخي المجارمه يعلم غيب بتاع شنو؟ اسا انا بملى جيبي ده حصحاص وبمشي لبلا الغايب بقول له تعال وريني في جيبي ده في كم؟ اتحداك انت بلا والغايب وحبوبتك كلهم وروني جيبي ده فيه كم حصحاص من الواطه دي. كلام فارغ سايد يا ده كلام فارغ وادعاء وانا استغرب من شعبي ذاته يصدق ذو زي ده هو السايد يا طيب قال عمر البشير فاضل له واحد بيحكم 31 سنه و25 يوم ده مش كذب بس ده مش كذب؟ فهمت؟ هو مش قال قباله قال زين القذافي ولا منو ما عارف وطلع كذاب وسع عمر البشير فهمت؟ يطلع كذاب ولا ما يطلع احنا ما بنعرفه لكن في النهايه كذاب حتى لو صادفت طق عمر البشير مات يوم بعد
31 سنة من حكمه و 25 يوم، طق مات برضه بان لك الضرب. برضه كذاب. لأنه في مقولة تقول كذب المنجمون ولو صدوا، يعني ولو صادفت الكلام اللي قالوه صادف صح برضه هم كذابين. ليه؟ لأنه ده ساحر، والساحر بيجي والشيطان بالكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكذب معها 100 كذبة، 100 كذبة بكذب. الناس بيصدقوا بشنو؟ بالوحدة الصح. يعني بيجيب 100 معلومة كلها غلط، واحدة بس صح. شفت الواحدة الصح ديك؟ الجماعة طلعوا لك ولي صالح، وابونا الشيخ قال، واليوم ده كلم فلانة دي قال لها بتلدي لك ولد فيه 6 2 وطلع صحيح وكده. بس يصدقوا بالكلمة الواحدة الصح دي. طيب وقال إنه كان يعرف ميقات وفاة حسن الترابي، وبعد وفاته بأربعين يوم سيحدث أمر يهز المنطقة. وينه الأمر يهز المنطقة ده؟ ده كله كلام فارغ سائل. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.